السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شروحات المادة ديال الميكرو ايكونومي الخاصة بالسمستر 2. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال لي كومبورتمون دو بروديكتور، لا فونكسيون دو برودكسيون. غنشوفو ليكيليب دو بروديكتور، نكملوه. في الفيديو الماضي شفنا ليكيليب دو بروديكتور في الحاله ديال الماكسيميزاسيون، بدينا بلا ميثود دو تي ام اس تكنيك ال سيركا. دابا غنشوفو المينيميزاسيون في لا ميثود دو تي ام اس تكنيك سي ال كا. دونك مينيميزاسيون، شنو كنعنيو بالمينيميزاسيون؟ لو بروديكتور سيرش لي كونتيتي دو فاكتور دو برودكسيون كي مينيميز سون كو. يعني المينيميزاسيون يعني ان البروديكتور كيقلب، اش كيقلب؟ كيقلب على لي كونتيتي دي فاكتور دو برودكسيون، يعني شحال من ال وشحال من كا، يعني ال اطوال وكا اطوال، لي شوا اوبتيمال، لي كونتيتي اوبتيمال، لي كومبينيزون دي كونتيتي ديكيليبر، لي يقدر انهم يمينيميزي لي كو ديالو، يقدر انه ينقص من لي بيجي، يعني يحصل على واحد لا كونتيتي، واحد لا كونتيتي دو برودكسيون لي هي مزيانه باقل تكلفه. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالو. دونك ا ليكيليبر la méthode de TMS technique il sur K. Donc, on a un système qui est comme ça. Le TMS technique il sur K égale la production marginale de L à la production marginale de K égale P de L à P de K sous contrainte. Donc, je n'ai pas le contrainte de Bando. Le contrainte ou la fonction de production. Il est à quoi niveau de production. Q égale F et LK. Pour le coût minimal, il a dit L étoile ou K étoile, il peut être minimisé le coût de l'eau. Mais quand je veux le coût minimal, لو كومينال هي العلاقه فاش كيتحسب. لو كومينال هو ال ايطوال في بي دو ال زائد كا ايطوال في بي دو كا. دونك هذه هي. دونك غنشوفوا دابا اكزامبل كيفاش كنخدموا هذا الشيء. دونك غنشدوا واحد ليكزامبل، عطاونا واحد لا فونكسيون دو برودكسيون كي كتساوي باغ اكزامبل 2 ال اس 1 على 2 مضروبة في ك. دونك هادي هي فونكسيون دو برودكسيون. وعطاونا بي دو ال بري دو فاكتور ترافاي ايغال ا 6 اي بي دو ك ايغال ا 4. وشنو عطاونا؟ عطاونا واحد كي زيرو، واحد لا كونتيتي de production, un niveau de production, on a égal à 20. Donc, une fois que tu as un niveau de production, on a un programme de minimisation. Parce que tu as un programme de maximisation, on a un programme de maximisation, on a un programme de maximisation. Il a comme niveau de production, la programme d'immunisation. Donc, il y a un programme d'immunisation. Il y a un L étoile ou K étoile qui peut minimiser les coûts et il y a un niveau de. Après, quand j'ai le coût minimal. Donc, on va faire ça, Inch'Allah. Bismillah. Donc, à l'équilibre. Donc, on a le TMS technique L sur K qui s'avoue la productivité marginale de L à la productivité marginale de K qui s'avoue P de L à la P de K. On a un programme de minimisation. Donc, le contrat, nous a dit qu'on voit K0 l'attendu. K0, c'est la fonction de production. C'est FLK. Donc, on a écrit bien. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a TMS. Technique. L sur K. C'est bon, la productivité marginale de L. Donc, là, il y a la fonction de production. Je ne sais pas, parce que c'est bon, la productivité marginale de L.
هاد جوج هتبقى كونستون، لان عندي الضرب جوج عادي تبقى كونستون. ها نكتبو جوج، ك هتبقى كونستون حتى هي، ها نكتبو ك. دونك شنو كتشتق؟ كتشتق هاد ال اس واحد على جوج، لان برودكت مارجو ديال ال تنشتقو بدلة ال. دونك شنو هو الاشتقاق ديال ال؟ هو واحد على جوج. دونك كنضربو في واحد على جوج، دونك واحد على جوج ال اس واحد ناقص واحد على جوج، دونك ناقص واحد على جوج، دونك ناقص واحد على جوج. دونك هادي هي لا بروديتي مارجينال دو ال. دابا نحسبو لا بروديتي مارجينال دو كا، يعني غنشتقو غير هاد كا، يعني ان اثنان غتبقى كونستون و ال اس واحد على جوج غتبقى كونستون. الا اشتقينا كا، كا هي واحد دونك غتبقى هكا، كتساوي بي دو ال بي دو كا. بي دو ال هي 6، بي دو ال هي 6، و بي دو كا هي 4، دونك 6 على 4. دونك الطرف الاخر كي زيرو عطاوها لنا هي 20، كتساوي اف لي ال كا. اف لو كا كنكتب هاد الفونكسيون دو برودكسيون اللي هي 2 ال اس 1 على 2 كا. ابري نحسبو هنايا جوج عاد تختزل مع جوج، شنو غنديرو؟ اي بقى لنا واحد على جوج ال اس ناقص واحد على جوج مضروب في كا مقسوم على واحد على جوج. دونك هاد ال اس ناقص واحد على جوج غننزلها لتحت، الا نزلت لتحت غتغير الاشاره ديال الاس، دونك غتبقى ليا واحد على جوج كا، وهادي ال اس واحد على جوج. دونك عفوا، دونك اس واحد على جوج، وهاد ال اس واحد على جوج. شنو درت دابا؟ هاد ال اس واحد على جوج هذا غندور عليه هنا بالحمر هاد اللون باش تبان لكم. هادي غنشدها نزل لهنا، الا نزلت لهنا هاد الاشاره غتغير، غتولي ال اس واحد على جوج، ها هي غتغير. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 6 على 4. ستة على أربعة، وهادي غتبقى هي هي 20، وتساوي 2 ال أس واحد على جوج ك. دونك عفوا، دونك هاد ال اس واحد على جوج مضروبه في ال اس واحد على جوج، عندنا نفس الاساس ومختلفين، عندهم مختلفين في الاس. دونك نعرفوا بان كاين واحد العلاقه كتقول لك ان ا اس ان مضروبه في ا اس ام هي ا اس ان زائد ام، يعني كنجمعوا هاد الاسين اللي جمعناهم واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد. دونك غيبقى ليا هنايا ال. دونك هاد ال واحد على جوج راه ممكن نكتب على هاد الشكل هكا، نزل جوج هنايا، دونك غتبقى ليا بحال هكا ك على 2 ال. راه شديت هاد واحد على جوج، راه هاد جوج نزلت هنايا عادي، هادشي نزل جوج هنا. دونك على جوج كتساوي اس، كتساوي 6 على 4. 6 على 4 هي 3 على جوج، وهادي راه ديما 20 كتساوي 2 ال اس واحد على جوج. نكملو، غنديرو جداء الوسطين جداء الطرفين، يعني جوج في كا هي دو كا، وجوج في ال هي ستة، ستة هي ستة ال، ستة ال. دونك هادي 20 كتساوي 2 ال اس واحد على جوج مضروبة في كا.
كملوا الحساب، جوشكا كتساوي 6L، يعني أنك كتساوي 6 على 2 L. دونك شديت هاد جوج قسمته هنا هنايا، مشات الطرف وتقلبات، دونك 20 كتساوي 2L أس 1/2 ك. دونك كملو، 6 على 2 هي 3، دونك ك كتساوي 3L. دونك شنو غنديرو؟ جبدنا ال، جبدنا ك شحال كتساوي، دونك هاد ك غنعوضها بثلاثة ال، دونك 20 كتساوي 2L أس 1/2، دونك بلاصت هاد ك هادا، ها لقينا شحال كتساوي، لقينا كتساوي 3L، دونك راه كنعوض ك بداكشي اللي تلقيت، دونك هي 3L. أبخير ما كنمسوش هادي، كنقولو نخدمو غير على هادي. دونك ك كتساوي 3L، أو 20 اش كتساوي، حسبوها، جوج ثلاثة هي 6، ال أس 1/2 في ال راه عندها أس 1 وهادي أس 1/2، يعني كنجمعو الأسين، يعني هي 3/2، دونك كتساوي 6L أس 3/2، دونك هادي شنو كتكافئ؟ دونك ك كتساوي 3L. دونك هنايا بغينا حنايا L، دونك L أس 3/2 كتساوي، دونك هاد 6 تمشي للجهة الأخرى تقسم على 20، دونك 20/6. ولكن حنا راه بغينا شنو؟ بغينا L، مبغيناش L أس 3/2، دونك ك كتساوي 3L. دونك هنا L، هادي L إطوال اللي تنقلبو عليها، L إطوال. دونك ملي كيكون عندي واحد العدد باغ إكزومبل إكس أس واحد العدد إن، إكس واحد العدد إن كيف ما كان، كتساوي واحد العدد أ، ولكن حنا بغينا إكس بلا إن، دونك راه كنشدو كنديرو الجذر من الرتبة إن ديال أ، ولا كنديرو الأس ديال المقلوب، ولا كنديرو الأس ديال المقلوب اللي بغيتو، اش بغيتي ديرو الجذر من رتبة إن، ولا الأس ديال المقلوب، إما ديرو 20 هي اش كتساوي هاد الإطوال إل، هي إما غادي ديرو جذر، إما غادي ديرو جذر من رتبة 3/2، غتحسبو بكاليكاتريس، جذر من رتبة على 3/2، ولا ممكن ديرو أن 20/6 أس 2/3 أس المقلوب ديال هذا اللي بغيتو، ولا كاين طريقة أخرى ديرو مثلا أنها كتساوي 20، تساوي 20/6 أس المقلوب 2/3، اللي يعجبكم الطريقة اللي بغيتو خدمو بها، أنا اللي يعجبكم، إما غادي ديرو هادي ولا هادي، اللي بان ليكم نتوما، كل واحد يخدم الطريقة اللي تناسبو، المهم على الحساب، هادشي راه غير كاليك أدريس صافي حساب، دونك كتساوي 3L. دونك هادي نحسبوها، دونك ال اطوال غتخرج لينا كتساوي، غتخرج لينا كتساوي ال اطوال 2.23، 2.23. دونك شنو كنديرو؟ كنعوضو ال باش لقينا، دونك ك اطوال كومبينيزون اوبتيمال دو فاكتور كابيتال كتساوي 3 مضروبة 2.23، دونك ال اطوال راه كتساوي 2.23، دونك هدا امبليك شنو كتكافئ؟ كتكافئ ان ك اطوال نحسبوها، ك اطوال نحسبو 2.23 هي 6.69، وبالنسبة ال طوال كتساوي 2.23، دونك هادو هما لي كومبينيزون اوبتيمال، دونك
ليكيليبر، شنو هما لي كومبينيزون اللي هاد البروديكتور يقدر يمينيميزي لو كو ديالو باش يحصل على واحد لا برودكسيون كتساوي 20. عندنا ال ايطوال ايغال ا 2 فيرغول 23 اي كا ايطوال كومبينيزون اوبتيمال ديال الفاكتور كابيتال كتساوي 6.69. دونك الكيستيون اللي تقدر يتحط من بعد هو كالكيلي لوكو مينيمال. كنعرفوا بان لوكو مينيمال العلاقه ديال لوكو مينيمال هو لوكو مينيمال هو كنشدو ال ايطوال كنضربوها في بي دو ال. دونك ال ايطوال خرجت لنا هي 2.23 كنضربوها في بي دو ال. بي دو ال اللي عندنا هي 6 عندنا هي 6 وكنزيدو ليها اش كنزيدو ليها ك ايطوال هي 6.69 وكنضربوها في بي دو ك. بي دو ك هي 4 ابري كنسبو لو كو مينيمال شحال كيساوي. لو كو مينيمال خرجت لنا في 40.14. دونك هذا هو لو كو مينيمال. دونك هذه الطريقه باش كنخدمو بروغرام دو مينيميزاسيون في لا ميثود دو تي ام اس تكنيك ال سيركا. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذا اللي شرحت لكم لا ميثود دو تي ام اس اللي شفنا في الفيديو الماضي البروغرام دو ماكسيميزاسيون وشفنا في هذا الفيديو هذا البروغرام دو مينيميزاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نكمل لكم لا ميثود الثانيه اللي كاينه في لا ميثود الجبريك هي لا ميثود دو لاغرانج. حتى هي نشوف فيها la méthode le programme de maximisation ou le programme de minimisation ou après on كمل الكورس. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.